السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كافو كالعاده في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في اخر جيفوي قبل التينكي. هذا الجيفوي هو حوصله بريسك للصيف اللي عملته صيف السنه من اقوى العوام، وثلاثه شهور هذوما نتاع الصيف تعداو مش نورمال، من 4000 سبسكرايبر تويكا بريسك 9000، وباش ندخلوا في 10000 ان شاء الله من بعد الجيفوي هذايا. عمري ما كنت نتصور اني باش نوصل للنيفو هذايا. ثانك يو سو ماتش الاولاد، وان شاء الله ما زلتوا شي ما شفتوا من بعد التانكي باش يصير اقوى جيفوي في تونس بقدره ربي. دونك فيديو اليوم قنبلوه بارتاج، نحب اللي يمد وجهه في الفيسبوك الكل يراه، هكي وين ما يدور تلقى وجهي، وين ما تدور تلقى السوري والجيفوي. دونك من غير ما نزيدوا في الحديث، اليوم باش نحكيوا على الامي سي دي اس 200 سوري، ننصح بها لدرجه ما تصوروهاش. خلينا نشوفوا علاش في ريفيو اليوم. الامي سي دي اس 200 تجي في الوسط ما بين اخواتها الزوز دي اس 100 ودي اس 300، وسومها 119 دينار. بالنسبه للبوكس نلقاو السوري اكسبوزي بطريقه ياسر مزيانه، وعلى جناب نلقاو الفيتشرز نتاع السوري، ومن تالي نظره اون ديتاي على السوري ككل. في وسطها نلقاو بيان سور دي اس 200 بوش صغيره فيها 8 اوزان، كل واحده منهم توزن 2.4 غرام، وحاجه عمري ما ريتها في حتى سوري، الماوس فيد. كنا نعرفوا كيف بالوقت والاستعمال يتهرب، وهوني يا ميسي خموا فيك كيما يلزم. وفي الاخر نلقاو المانيوال والدرايف. اول حاجه لاحظوها في الامي سي دي اس 200 هي التاي، كيما تشوفوا السوري عاطي على الارض، هذاك علاش ننصح بها للي ديه كبار كيما يدين البرنس. الشيب مرتاح وارغونوميك، ونلقاو بالم سيبورت وفينجر سيبورت على اليمين للصواب على الاخرين. وبورتون يدي صغيره ما نجمش نوصف لكم قد ايه مرتاح، حتى جيمنج سيشنز نتاع ساعتين ثلاثه اربعه خمسه قد ما تحب بنتي ما يقلقوش حتى طر. بالنسبه للبلاستيك المستعمل يشد منيح في اليد، عوض الجريب اللي مش موجود على الجناب. وبصراحه ما عندي حتى ملاحظه على الكونفور نتاع دي اس 200. على اليسار نتاع السوري نلقاو 3 بوتون بروغرامابل، واحده من اهم نقاط القوه نتاع دي اس 200، ونلقاو بلاصه وين تحط صبعك الكبير والي دي مزيان. على اليمين نلقاو الي دي اكسنت واحده اخرى، والثام بريست وين تحط صوابعك. من فوق نلقاو لي دو بوتون برينسيبو، وبيناتهم سكرول ويل حلوه برشا، وسكرول ستيبس نتاعها ديفايند ويعطيو فيدباك مزيان. تحت نلقاو دو بوتون بار ديفو تبدل بيهم الدي بي اي، اما تنجم تبروغراميهم كيما تحب. وبحذا البوتون اليسار نلقاو بوطون اخر بروغرامابل بصفه عامه يستعملوه جماعه السنايبر في الاف بي اس. من قدام نلقاو لي دي اكسنس مزيانين برشا، ويجيو في فورمه اسهم، والشكل هذا فكرني برشا في اللامبورغيني افنتادور. فوق البالم ريست روح السوري واللي هو الدراغون متاع ام اس اي، وكمل السوري بكل ار جي بي، يعني بواتك العاد. نقلبو السوري ونلقاو زوز ماوس فيت حلوين ويخدموا على بليزيور سيرفاس. وفي الوسط اهم حاجه في الام اي سي دي اس 200 8200 دي بي اي سنسر. السنسر هذا يتراكي بالباهي على لي سيرفاس اللي جربتهم عليه الكل، وحتى اللي لونهم ابيض ما يتقلقش حتى طرف، وتنجم تختار الدي بي اي اللي يناسبك، وناكد لك انه باش يبيرفورمي بالباهي في اي جو. زاد نلقاو باتن نتاع فاكتوري ريزيت، والبلاصه اللي نحطوا فيها الادجستبل ويس اللي هما 8، وكل واحده فيهم توزن 2.8 غرام، وهكايا تنجم تعدل على الاوزان نتاع السوري. مثلا اذا كنت تحبها مش على اليمين ارزن ولا على اليسار ارزن، هي حكايه نتاع بريفيرونس، وكل واحد كيف يحب يوزع الوزن نتاع السوري. بالنسبه للسويتشز خفيف كليكي، وما بالحق معناها ياسر خفيف لدرجه انك معناها تنجم تعمل دبل كليكس رابيد ياسر، وهذه حاجه تعاون برشا في لي جو اف بي اس. نخليكم تسمعوا الساوند تيست. بالنسبه للكابل نلقاوها كالعاده بريدد واليو اس بي جولد بليتد، وهذوما زوز حاجات تعودنا عليهم من عند ميسي. نتعداو نحكيو على السوفت وير. السوفت وير نتاع لي ميسي دي اس 200 ياسر ساهل وكلاسيك. اول اونجلي هي المين، وهوني تنجم تبروغرامي 9 بوتونات نتاع دي اس 200 كيما تحب، وتبدل الاكسلريشن، الماوس بوينت سبيد، والماوس دبل كليك سبيد، والبولينج ريت. تنجم تحط دي فونكسيون دي ماكرو برشا حاجات اخرين، وتنجم تسجل في 5 بروفيلات. الاونجلي اللي بعدها هي نتاع دي بي اي، وهوني تنجم تبدل كيما يساعدك التراكينج نتاع السنسر، وكالعاده عندك لي 5 بروفيل تسجل فيهم. ومن بعد نلقاو اللايتنج تاب، وهوني تنجم تبدل الالوان اللي ديز كيما تحب، وفما بريذنج مود وبرايتنس ليفل. عموما السوفت وير نتاع لي ميسي دي اس 200 ستابل وياسر سهل الاستعمال، ما يتطلبش معناها حاجه كبيره باش تفهم حكايه. سامبل دي بي اي وار جي بي لايتنج
وعندك الماكرو باتنز تك تنزل وتريق الحكاية سامبل على الاخر. نتعدوا للكونكليزيون. تويك عندي اكثر من جمعتين استعمل في الديس 200 كديلي درايفر من انترنت جيمينج كل شيء تاع نافيغاسيون تاع بي سي وكل حاصل معناها استعمال يومي نتاعي. الكونفور عالم اخر سيريوزمون سوري ياسر مرتاحه البوتونات مزيانين وخفاف وبكلهم بروغرامابل وهذا يخليك تنجم تلعب لول مثلا من غير كلافيي جملة. السنسوري تراك مليح وما قلقني حتى طرف والسيستم تاع الادجستبل ويف طياره برشا ويخليك تتناسب مع نوع الجو اللي تلعب فيه. وفي الاخر نلقاو الار جي بي لايتنج اللي كمل التحفه هذه. واذا تسهلوني فماشي حاجه قلقتك شويه في الديس 200 خاطر كنا نعرفوا فماش برودوي بارفي السوري هذه فاسيلمون بالسوم نتاعها 119 دينار رايت كومبيتي مع سوريات نتاع 160 و 150 نوصلوا حتى 200 الف فاسيلمون خاطر بالحق سوريات الطياره. اما حاجه هكا ماينر ثينج ماهيش حاجه ياسر مهمه هي البيلد كواليتي سوري مبنيه بالباهي مصنوعه في فريم كاسح اما في الاخر مصنوعه بالبلاستيك ماهيش بالميتال مثلا كيما جي 52 ولا السوريات اللي يعملوا كومبيتيسيون معاها. اما صدقني اذا كما شديت شوف لقتها في الحيط امورك مريقله ما تصورش انها باش تكسر حتى في تيحة عاديه طاحت لي قبل وامورها 5 هذاك علاش وما غير حتى كلام الام سي دي اس 200 استحقت الدام جودور. اوكي الاولاد كانت هذه ريفيو نتاع الام سي دي اس 200 اذا كان عجبتك الفيديو بيان سور حط لنا لايك. اما قبل ما نفوت الفيديو ياب يو جايز ديت فما giveaway اللي هو اخر giveaway قبل التينكي باش يكون على ميسيديز 200 تاع اليوم. اذا كانت حابه تشارك تقلوطه ليها في الديسكريبسيون تمشي له تلقى سيت جليم بوايو وتدخل له عندك ستيبس كل ستيب تعملها تاخو 2 بوان واذا كان تعمل الخمسه ستيب الاولين تاخو 5 بوان على ستيب نتاع البارتاج. ستيب هذيا ديما تسالوني عليها الاولاد راهي حكايه سامبل برشا اللي هكايا اللي يعطيه لك السيت تمشي تبارتاجي مع اصحابك اصحابك بصفه عامه اللي يفهموا شويه مش تمشي لواحد ما عنده حتى علاقه بالجيمنج بصفه عامه ما يفهمش لي سيت هذوما كل باش تعطيه له دونك جوست باش يدخل ويخرج خاطر ما يبش يفهم شيء لازم يدخل لليا هكايا وبعد يسجل في الجيف واي. يعني كيما عملت انت باش سجلت في الجيف واي وعملت البارت هكوما هو كيف كيف يسجل ويعمل ستيبس باش انت تاخذ ال 5 بوان تاعك كل واحد تدخله تاخذ عليه 5 بوان هكاك الحظوظ نتاعك تزداد هكايا السيستم تاع السيت وكل عاده فما لايف نتاع 10 كي باش يكون لايف سبيسيال على الاخر معنا صبري هاردوير تيان ومعنا الأكثرية أسامة وإذا كان نجم نجيبو يوتيوبرز أخرين نجيبو دونك الأولاد إن شاء الله عجبكم فيديو بعد التانكي إن شاء الله باش تلقاو كونتوني عالم آخر معنا حتى نصور الفيديو متاع اليوم ما عجبكم على الأخر خاطر حسنت برشا في الماتريال ومازال يتحسن الجو إذا كان بالحق تقدر المجهود اللي نعمل فيه والفلوس اللي نصرف فيها على الماتريال هذايا حطنا لايك إذا كان ما عجبكش الفيديو حطنا ديسلايك كومنت وشير وسبسكرايب ومرحبا بكم في الشان الأولاد وصلت قبل مرة جاية في فيديو جديد. تشاو.